Mari kita sama selawatkan dulu yuk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ya Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa biasa kita di hari Sabtu memprogramkan membaca Yasin ya, setiap hari Sabtu kita disebut Sabtu Yasin. Kita baca-baca, kita baca bersama-sama surat Yasin. Tapi sebelumnya kita doakan dulu orang tua kita, saudara kita, terutama yang masih meninggal, disebut namanya, binnya, ya, ya, khusus pada para umat. Mudah-mudahan arwah mereka yang telah meninggalkan kita diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan sebut namanya dan binnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. آيات كرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
إن أنجلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم قرئا سلام يا أنت مطلع الفجر. Kita sama-sama membaca surat Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الحكيم الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في جهنمهم أجلالا فهي أيضا أقوام فهم مخبرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يظلمون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الله ورحمن من شيء فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وقعوا وأسرارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا إليهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تذكروا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن أنتم طلبتم ربكم مسلمون وجاء ابن محمد رجل يسأل قال يا قوم تبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على عبد الذي فطر من الجن والدعون أتيتكم من دنيا لهذا ابن رحمن بجلد أني شبابكم أولا بالجود إني لكم سلام إني أمنت بربكم أسمعون إلى دخلت الجنة قال لك قوم يعلمون بما غفر لربي وجلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بدر جند من السماء وما كنتم إن كانت إلا صيحة وإذا كان بينهم خالدون يا حسرة للعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستمعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنتم لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم أرضوا ميتة أحييتا وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نهر وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما بذلك فلا يشكرون سبحان الذي جعلنا الأزواج كلها مما تملك الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم نور ليل نسلم منه النار وبينهم ونعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى زاد منزله قديم والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل شريك لها وقل بالبحر يسبحون
وآية لهم أنا من بريتهم من القلوب المسحور وولد لهم من مثله ما يذكرون وإن يسألوا ربك فلسن لهم ولن يفعلون إلا رحمة منا ومتى إبراهيم وإذا قيل لهم أدخلوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما كانت من آية إلا آية ربي للذين والمعبدين وإذا قيل لهم أنفقوا ما أنفقه الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم ولو يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون من هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تنفعهم وهم يجلسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى حد يرجعون ونطيع في سور فإذا من العذاب إلى رب ينصرون قالوا يا ويلنا من نازل من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكهون وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المسلمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا كافرا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نزل على أرواحهم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن وعمله تنكس بالخلق أفلا يأكلون وما علمناه شرا وما يبتغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وجهه القوة للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما من لدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يحشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يجد قومهم إلا تعلموا فيسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من صلب فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يريد ومن يرمم قل يحييها الذي وهو على كل شيء قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أول ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يتقن له بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.